السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض النهاردة الرف ده. هنحتاج كرتون وغاب. المقاسات بالترتيب 1.5 3.5 3 1.5، والجزء ده 1.5، والطول طول كامل 18 سنتي. هحددها بالقطر كده زي ما انتوا شايفين، وهفرغ المناطق الخارجية والنص سنتي اللي في نص الكرتونة. طبعا انا بفرغ المناطق دي عشان خاطر اداري تعريج بتاعة الكرتونة لما بتتني، ما يكونش فيه تعريج باينة من الحراف بتاعتها، تكون متقفلة كلها من كل ناحية، ما يبقاش باين منها حاجة. هقص المربعات الزيادة دي وابدأ بقى اقفل بمسدس الشمع. طبعا انت عندك لو في احيانا بيكون في زاوية كده كرتون بتكون جاية مع الاجهزة المنزلية او جاية في بعض الكراتين كده، دي لو موجودة عندك دي هتكون اسهل بكتير من اللي انا بعمله ده. هتقص منها على طول وتشتغل. بكده نكون خلصنا دي اول زاوية نضيفها اهي من كل ناحية ومتقفلة من كل ناحية. هنحتاج منها 4. عملت انا طبعا الـ4 عشان خاطر وقت الفيديو. وهدهنهم برضو بلون اسود لكي مثلا، او اي لون عندك اسود. انا دهنت بالالوان الاكليريك اللي عندي طبعا. والغاب طبعا برضو قصيته على المنشار عشان برضو وقت الفيديو ما يطولش، وعشان خاطر ومساحة الفيديو برضو في التحميل وكده. أبدأ بقى أجمع بالشكل ده. أوزعها، هسيب مسافة بين كل غابة والتانية عشان خاطر أعشق الغاب في بعض. طبعا التجميع مش محتاج شرح زي ما انتوا شايفين كده، الفيديو واضح مش محتاج شرح. الرف ده انا كنت جربت اعمله زمان من غير الزاويه دي، بحيث ان انا الزق الغاب كله في بعضه مره واحده، بس طلع ضعيف جدا والشمع مش ماسكه كويس، فقلت احط له الزاويه الكرتون دي هتمسكه اكتر وتخليه امتن شويه. وبالفعل لما قفلته لقيته كويس جدا ومتين الى حد ما. يعني حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني والناس اللي بتعلق لي وبتشجعني، بجد متشكر جدا، وربنا يجازيكم خير وربنا يوفقنا كلنا جميعا للخير يا رب.
بس كده نكون انتهينا والرف جاهز على التعليق. طبعا انا لسه مش عارف هعلقه فين، بس قلت اوريه لكم كده يعني مؤقتا لحد ما اعلقه، وان شاء الله انزل الصور على المنتدى، ويا رب يكون عجبتكم الفكرة. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.